بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي ده جزء جديد هنتكلم فيه عن الترانزستورز بقى بالتفصيل اكتر شوية، وكمان كام حاجة جديدة. هنيجي هنا اول حاجة عندي نوع اسمه بايبولر سيركتس. ايه هي البايبولر سيركتس دي؟ من اسمها بايبولر صح، يبقى البولرز بتاعتها او الحروف هتكون من نفس النوع واللي جوه هيكون مختلف. طيب هي بتتكون من ايه او ايه هي السيركتس دي؟ دي السيركتس اللي بنعمل بيها الترانزستور اللي هي بنفس الاسم اللي هو البايبولر ترانزستور. طيب بيكون من ايه؟ عارفين الساندويتش هو اسمه، بصوا، a sandwich of n type p type and n type. عشان تفتكروها، ساندويتش هو اعتبر ان ال n دي وال n دي كأنها العيش، ده المسمى فعلا بتاع ساندويتش، وال b اللي جوه اللي هو المكون اللي انت حاطه جوه whatever ايه في الساندويتش، تمام؟ يبقى الاطراف بتاعته او العيش عشان الناس تفتكرها هي دي، والبي جوه. ايه هو ال N type وال P type وال N type؟ الناس ما عرفتش الفيديو اللي قبل ده، تروح تشوف ال N type وال P type وال N type بالتفصيل بالظبط. بيكون في هنا collect، المفروض دي اسمها collector اصلا، وده البيز بتاعتي او الجراوند، وده الاميتر اللي هو اللي بيدي يعني الحاجه، اللي بيشع حاجه، وده اللي بيجمع حاجه، ودي البيز بتاعتي اللي غالبا بيكون برمز اسمه جي ان دي، والجي ان دي ده اللي هو الجراوند، الارض يعني، او الحتة الموجودة. بس هو غالبا ايه هي الجراوند دي؟ كمان الجراوند دي كمان اللي هي بتدي زيرو فولت، ما فيش سبلاي منها، بتكون الفولت عندها زيرو. طيب الكلام ده كله في التعريف بتاعه ده، بس تفصيل كل الهري بتاع الجملة دي وازاي نفتكرها. بيتحط فين بقى؟ في كريستالين لاتس، يعني مش عارفة مالهاش يعني ترجمة لفظية، بس هنقول ان احنا هنحفظها كده. احنا افتكرنا اهو الجملة كلها وعرفنا ازاي هنذاكرها، هنحط كلمة في الاخر ان هي بتتحط في سنجل كريستالين لاتس. تاني حاجة بيقول ممكن برضو نقول ان هي حاجة موجودة من تو دايدز، يعني الدايد اللي بيكون هنا والدايد اللي يكون هنا، connected anode to anode. يعني ايه؟ يعني anode مربوطة بanode مربوطة بanode. الكلام ده ممثل في الرسمة دي. such that a current through the forward biased diode overwhelms the reverse biased diode. يعني ايه؟ يعني لو في مثلا current ماشي كده، ثواني ناخد الرسمة دي في paint اهو. لو مثلا ال current ماشي فورورد كده، ماشي، وفي كارنت تاني ماشي كده اهو، كلمه، بصوا الكلمه دي اللي هي overwhelms دي، وانا مش عارفه بتتنطق ازاي، دي معناها يسحق، يعني يقضي على حاجه. يعني مثلا لو في ده فورورد ماشي كده، الريفرس بتاعه او الباكورد او العكسي بتاعه في الاتجاه او في المكان او في الاشاره او في whatever، المهم ان ده يكون عكس الفورورد ده، بيسحقوا بعض، يعني ده بيغلب ده وبيبقى هو اللي ماشي بس في الدايرة كلها. نيجي حاجة بقى، في حاجة كمان مثلا هنا ال NPN، لو هي البولاريتي بتاعته مثلا اي حاجة مثلا بوزيتيف، ال PNP يعني عكس الرسمة دي، لو في هنا P وهنا N وهنا P، بيبقى عنده بولاريتي عكسية، اللي هي اهي PNP ترانزستور اللي هو العكس دوت، اسمه NPN او بايبولر. العكس بتاعه اللي هو بيكون PNP، يعني البي كأنها هي العيش، ومحتوى العيش بتاع الساندويتش هو ال N عندي ده. طبعا في حالة ال PNP ترانزستور بيكون عنده الاوبوزيت بولاريتي، مش هو عكس ده، يبقى طبيعي ان هو هيكون عنده البولاريتي العكسية بتاعت ال NPN. حاجة كمان، لو في small current ماشي من البيز بتاعت ال NPN دي، هيعمل من ال collector لل emitter current اكبر. يعني ايه؟ يعني هو لو ماشي مثلا هنا 1 فولت، عقبال ما يوصل لل emitter هيبقى اكبر من 1 بكتير جدا. يعني من الاخر، البايبولر لو دخلت لها small current، بمجرد ما هتطلع من الترانزستور، الاميتر بتاعي او الاوتبوت بتاعي او نتاج ان هو
الحاجة دي عدت من البايبولر ترانزستور او عدت على البايبولر سيركت، هتعمل عندي لارج كارنت. منين بقى؟ من الكولكتور لحد طريقة لحد الاميتر، يعني في الاخر هتطلع لي ايه؟ لارج كارنت. معلش انا اتكلمت رغي كتير قوي، بس فعلا لازم نفهم كذا مسمى لكذا حاجة، لان الدكتور جديد احنا مش عارفين اسلوبه ايه.